ودلوقتي مشاهدينا لكل المهتمين بالرياضة، دلوقتي جمعنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبتدي على طول أخبارنا الرياضية مع أخبار كأس العالم ومنتخب هولندا اللي حقق الفوز على منتخب السنغال بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي اتلعبت على استاد الثمامة في مستهل مشوار المنتخبين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم بقطر. كمان منتخب أمريكا اتعادل ضد ويلز إيجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم. ومنتخب إنجلترا فاز على المنتخب الإيراني بنتيجة 6-2 في المواجهة اللي جمعتهم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المونديال. وبعد خسارة المنتخب الإيراني أكد البرتغالي كارلوس كيراش المدير الفني لمنتخب إيران إن الهزيمة من إنجلترا كانت قاسية وإنهم اتعلموا منها وحيظهروا أو بيتخيلوا إنهم إن شاء الله يظهروا بشكل مغاير قدام ويلز ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية. والإنجليزي بوكايو ساكا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وإيران، ونجح ساكا في أنه يسجل هدفين للمنتخب الإنجليزي خلال 71 دقيقة شارك فيها. أما بقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين أعلن أنه جاهز لمواجهة منتخب بلاده قدام السعودية، وده في المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 12 الظهر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم. موجز الرياضة بتاعنا خلص، لكن كلامنا في الرياضة لسه مخلص. هدير أبو زيد ومصطفى كفافي هيكون في ضيافتهم دلوقتي الناقد الرياضي علي البحيري، هيتكلم معاهم عن اللي حصل في الفترة اللي فاتت وكمان رؤية للمنافسات والمباريات اللي موجودة النهاردة اللي كتير من أنظار العالم العربي متجهة ليها النهاردة. هدير ومصطفى اتفضل. شكرا لك يا منة.